32 شهر، حاجة جميلة. نور مساء الخير. أنا مش سامعك. سامعك يا شباب؟ سامعني؟ أنا سامعك كده كويس. أنت كده شرحتي خالص. إزيك عاملة إيه؟ كله كويس الحمد لله. منورانا في برنامج أوضة اللبس وعمرو منسي، وعمرو منسي بالذات بيسلم عليك. أنا بسلم عليك. عمرو منسي وعلي فرج الاثنين بيسلموا عليك. كان نفسي أبقى موجودة بس يعني معلش المرة الجاية إن شاء الله. لا وإحنا كمان نفسنا كنت تبقى موجودة معانا. نور أنت فين في ألمانيا؟ أنا في ألمانيا. عندك بطولة ولا إيه؟ لا أنا عندي مشكلة في ركبتي بقالها سنة، فالدكتور بتاعي في ألمانيا فلازم بتابع معايا كل بعد بطولتين كده، بطولة بطولتين لازم أروح ألمانيا على طول أعمل تشيك اب. لا ألف سلامة عليك يا نور وإن شاء الله نطمن عليك. عايز أسألك يعني إزاي بنت يعني تيجي أول تفكير في دماغها إن أنا عايز ألعب سكواش، انا مختاره الاسكواش، او انت معاكي الموضوع بدا ازاي بدات ان انت انا فكرتي ان انا الاسكواش هي اللعبه اللي انا هقدر ابقى بطله العالم فيها؟ هو انا بدات سكواش من وانا صغيره جدا، كان عندي 6 سنين وبدات سكواش عشان كان اخويا الكبير هو اللي كان بيلعب وبس، كنت بروح معاه التمرين ومجرد ان انا عايزه اقلده وخلاص يعني، ما كانش في دماغي قوي. هو راح لعب كتير قوي، لعب تنس، لعب سباحه، بس كنت هو لما جاء الدور على السكواش بقيت انا عايزه العب سكواش ومسكت المضرب ودخلت الملعب وبدات سكواش على طول يعني، ما لقيتش اي لعبه تانية غير سكواش. طيب ايه السن اللي انت تنصحي بيه اولياء الامور او الام والاب اللي هو لو عايزين ولادكم يبقوا ابطال سكواش تبداوا في السن ده؟ انا بحس ان هو برضو يعني 6 سنين او 7 سنين ده بيبقى سن مناسب، لان سكواش بياخد وقت طويل قوي ان يتعلم الستايل، يتعلم السوينج، التايمينج، ان يضرب الكوره، فبحس ان هو بياخد وقت طويل شويه قبل ما الطفل يقدر ان هو يلعب او ان هو يضرب الكوره، فبحس 6 سنين او 7 سنين هو سن مناسب يعني. نور انا عارف ان من 10 سنين كان عندك اصابه كبيره جدا وان احد الاطباء نصح او قال ان انت مش تقدري ان انت تلعبي مره تانية، ازاي قدرتي ان انت تتغلبي على الموقف ده؟ دي حقيقه، ما هي انا دي نفس المشكله غالبا ان انا هي نفس المشكله اللي عندك دلوقتي. يعني هي مش نفس المشكله بس انا كان عندي مشكله في ركبتي زمان، كنت عندي 14 سنه وبعد ما لفيت برضو كتير على الدكاتره وفي دكاتره قالوا لي العبي عادي، في دكاتره ما تلعبيش سكواش تاني، وفي دكاتره قالوا ممكن تعملي عملية وتقعدي، يعني كان في آراء كتير قوي حوالين الموضوع ده، وبس فروحت ألمانيا مع نفس الدكتور اللي أنا بروح له دلوقتي وعملت عملية هناك ورجعت لعبت سكواش تاني ولعبت بعديها ب6 شهور يعني، وكان عندنا بطولة عالم جونيورز بعديها حتى نشئت في أمريكا في شهر 8 ورحت ولعبتها يعني. علي لعبه الاسكواش احنا عارفين ان السيرفس بتاعت الاسكواش او الارض بتاعت الاسكواش صلبه جدا، هل اللعب كل يوم ده بيأثر على الجوينتس وعلى الظهر وكده ولا؟ جدا جدا جدا، عشان كده الحمد لله ان في دلوقتي الساينس اتحسن جامد جدا، عشان كده عمر الرياضي او الاسكواش لعيب الاسكواش طول جدا، بقينا على طول بنعمل اطالات او ستريتشات، في ريكفري، في سبلمنتس، في الاسات، ماشيين بالاساتيك، يعني الاساتيك دي اكتر حاجه صحابنا في البطولات، يعني على طول ماشيين بنعمل ستريتشات، بس الموضوع طبعا مهلك جدا، احنا بنتمرن 3 مرات كل يوم لمده 3 مرات كل في يوم في اللياقه البدنيه الصبح كده تلعب سكواش وبعد كده تروح تتغدى وتنام وتيجي تاني تلعب سكواش بالليل كل يوم، مفيش راحه في الاسبوع يعني بقى رايح الخميس بالليل والجمعه كله ومن السبت للخميس الصبح كل يوم كده. طيب نور انا عارف ان يعني السبورت ساينس الحديث او الدراسات الحديثه في الطب الرياضي بتقول ان احسن طريقه لتقويه الجوينتس هي اليوجا، هل انتوا ابتديتوا دلوقتي تتجهوا للحته بتاعه اليوجا ولا لسه القصه دي مش معاكم؟ لا في ناس كثيره جدا طبعا بتروح يوجا وبقت بتفرق معاها جدا في يعني في تمرينها، بقت بتحس بنفسها غير ان هي مديتيشن طبعا بس فعلا انا لما دخلت قريت لقيت ان اليوجا من اكتر الحاجات اللي بتقوي الجوينتس، بتخليها ان هي اقوى بكتير وبتساعد كتير بشكل كبير جدا في الريكفري وحاجات كتيره جدا. دي حقيقه، انا كمان بحس ان هو كل واحد كمان بيبقى
بيبقى عنده طريقته مختلفة، الحاجة اللي هو متعود عليها أو بتريحه. وفي حاجات كتير بتجرب حاجات جديدة، ف مديتيشن في ناس بتعملها من غير يوجا، في يوجا لوحديها. يعني كل واحد بيبقى مختلف بالطريقة اللي بيحاول يتريحه أو يبقى بتخليه يبقى ريلاكس. يعني نور، ازاي حد ممكن يوصل ان هو يبقى بطل العالم ويفضل عنده، لان دي كانت مشكله عندنا كلنا كمصريين، ان احنا يعني اللي بيعرف يوصل للتوب بيوصل للتوب، لكن طبيعتنا ان احنا بيجي لنا في وقت من الاوقات تشبع بسرعه، يعني ال 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 مرة واحدة خلاص انا وصلت للتوب، خلاص بقى خلاص. يعني ازاي ان انت قدرتي ان انت توصلي، ان انت ما شاء الله توصلي للتوب وتفضلي لفترة طويلة؟ يعني انا شايف وانا بنتكلم على السي في بتاعك ان انت مصنفة اول عالميا لمدة 32 شهر. ازاي قدرتي منتلي ان انت تفضلي قوية ان انت تومنتين اون توب لاطول فترة ممكنة؟ ما هو انا بحس دايما ان الموضوع كله منتلي، مش سكواش او الموضوع يبقى فيزيكلي كويسه ولا لا، بس هو دايما جوه منتلي انت عامل ازاي، او انت عايز تعمل ايه، او عايز توصل لايه. انا يعني كنت كل ما بوصل لحاجه بشوف انا، طيب اوكي انا كسبت البطوله دي، انا عايزه اعمل ايه بعديها، او انا دلوقتي رقم واحد فانا عايزه بعديها اعمل ايه اللي ممكن اوصل له. بس كنت دايما حاسه ان هو لا، انا لسه عايزه اكمل، انا عايزه اوصل لحاجات اكبر من كده. فدايما بحاول منتلي ان انا ايوه. ابقى prepared ان انا ازاي لسه. الواحد نور، ازاي الواحد يدرب نفسه؟ انا اقول لك بصراحه، مثلا تمام، انا كنت مثلا لما ما اعرفش ليه، يعني وحصلت لي اكتر من مره، يعني ما اعرفش كانت طبيعتي ان انا مثلا ايه كنت تستكفي. يعني ساعات مثلا ايه كنت في البريمير ليج مثلا الدور الاولاني جايب 11 جون، تمام، مره واحده كده نفسي يا عم خلاص انا جبت 11 جون انا، وده يمكن الفرق بيني مثلا وبين صلاح. صح. صلاح عنده حته ان هو هفضل ان انا صح. اكمل وبتاع. ازاي الواحد يقدر يدرب نفسه ان هو، هل الواحد بيتولد بالحته دي، ولا الواحد ممكن يدرب نفسه ان هو لما يوصل للتوب يفضل ان هو بيحارب ان هو يفضل موجود في الحته دي؟ في حاجه لحد واحد ممكن يعملها، ولا هي محتاجه مثلا سبورت سايكولوجيست مثلا؟ انا بيتهيالي دي كمان مش بس في الرياضه، في الحياه يعني، هي مش بس مالهاش دعوه بالرياضه، هي ليها دعوه. انا بشوف من الناس اللي انا علمتني اول حته دي في حياتي عمرو دياب. طبعا ده بجد، ده واحد عنده هانجر غير طبيعي، مش ممكن. انا بقعد افكر زيك كده نفس السؤال ده مش سهل. هو انت ازاي بتجيب لنفسك انك تفضل على تحفز طول؟ نفسك. ايوه اتس نوت ايزي. انا بجد عمرو، زي ما انت بتقول كده صح. انا فاكر مره مثلا انا كنت جايب مثلا الدور الاولاني 11 جون في البريمير ليج، وكان ايامها الارقام اللي جوا مش ده دلوقتي، كان مثلا هداف البريمير ليج تيري هنري 15، ومش عارف روني 12، وانا 11. انا فاكر يعني ابتديت ان انا الدور الثاني ايه، ان انا اتدلع سنه، ان انا اكلم الايجن بتاعي يا معلم تشوف لي نادي جامد، انا خلاص جبت بتاع. وفعلا اصعب حاجه، اصعب حاجه زي ما انت بتقول عمرو دياب، الناس اللي هي الليجندز الكبار، هتلاقي عندهم نفس العامل المشترك اللي هو وانا فوق بحفر ان انا افضل فوق. بالظبط. اعتقد اهم حاجه ان الواحد يحط جول، يبقى دايما شايف انه انا كنت حاطط 11 جول اقول لك. صح، على رايك. لا بس فعلا الواحد يحط هدف قدامه، انه احنا يمكن زي ما كنت بتقول في الاول اللعبه لسه مش اكبر حاجه في العالم، ان انت تحاول انت تبقى السبب ان اللعبه دي تكبر، زي ما مايكل جوردن عمل في الباسكت، زي ما فيدرر ونادال عملوا في التنس، زي ما محمد علي كلاي عمل في البوكسنج. انت تحاول تحط الهدف ان انا اللعبه دي انقلها مكان تاني، ومش هتعرف تنقل اللعبه الا لو انت اون توب. فكل ما الهدف ده في دماغك على طول هتفضل عايز تفضل على طول اون توب عشان تعرف تعمل تاثير في اللعبه على المستوى الاعلامي. يعني ال 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 سؤال مهم يعني، بس ركز معايا في القصه دي، لان القصه دي بالنسبه لي مهمه جدا. مره الايجنت بتاعي، والايجنت بتاعي كان واحد راجل يعني من ايجنت مهم جدا يعني، فقال لي وهسألك السؤال يعني مش عارف اجيبه ازاي يعني. ساعات في ان انت ما بقاش عندك انترستس تانية في حياتك، كنز ساعات ان انت تبقى الديديكيشن بتاعك، او ان انت ما عندكش اي افكار تانية الا اللعبة دي، بيبقى كنز في الرياضة بشكل عام. هل ده حقيقة، ولا ممكن يبقى عندك انترستس تانية وفي نفس الوقت تفضل ان انت
شخصيات يعني. في ناس كده طبعا، في ناس كتير في الرياضه بالنسبه لها السكواش وبس، او ناس في الكوره الكوره وبس. انا بالنسبه لي العكس، انا بتقلب معايا لما ببقى كده، بتقلب ببريشر زياده عن اللزوم ببقى. ولو لا قدر الله السكواش ما مشيش كويس الفتره دي، بحس ان انا تعيس في حياتي، فببقى عايز ابقى عندي دايما بالانس كويس في حياتي. فبحب ابقى عندي انترست ثانيه، وحياتي العائليه وحياتي الاجتماعيه تبقى ماشيه كويس. بس طبعا 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 السكواش بياخد 80 90% من وقتي، من دماغي، من مجهودي، من كل حاجه. لا يعني ما حدش هيوصل اون توب وهو بيعمل حاجه اون ذا سايد يعني، او حاجه على الجنب. هي لازم تبقى الديديكيشن بتاعك 100%، بس في نفس الوقت يبقى عندك حاجه تانية عشان تعرف تديك سيلف استيم لو السكواش مش ماشي كويس وهكذا. نور، هل فعلا ان لازم اهم حاجه ان الواحد يبقى عنده ديديكيشن للعبه اللي هو بيلعبها، او الشغلانه بتاعته، عشان يفضل ان هو ناجح؟ لان دي انا بالنسبه لي دي اهم حاجه. ولا ممكن فعلا الواحد يبقى عنده انترستس ثانيه في حياته كتيره، ويفضل برضه ان هو ناجح في اللعبه بتاعته، ويفضل اون توب في اللعبه بتاعته؟ لا، انا حاسه ان انا شبه علي كده شويه برضو. انا حاسه اني ما اعرفش ان احط البريشر، او ان انا افكر يبقى عندي انترست في حاجات تانية، حاجات بره، حاجات عائليه برضو، عشان اعرف افكر في السكواش، او ان اعرف ابقى 100% ماغي جوه وانا بلعب ومركزه. يعني ما بحبش احط، لو انا قاعده افكر او احط البريشر لو السكواش مش ماشي كويس، او ان انا عايزه في الماتش ده اعمل حاجه، لما بحط تو ماتش بريشر ده مش هعرف ان انا اي حاجه تحط البريشر احاول ما افكرش فيها يعني. فبحس ان لا طبعا، انا بالنسبه لي لما يبقى في حاجه تانية بره افكر فيها بتساعدني اكتر ان انا اركز اكتر في السكواش يعني. عمرو، هل السبورت سايكولوجيست او الطبيب النفسي الرياضي او المدرب النفسي الرياضي مهم جدا في السكواش؟ وهل لعبت السكواش بتستخدمه؟ طبعا ابتدوا يستخدموه. انا كنت جربته يعني، انا جربته وقت ما كنت بلعب، بس ما مشيتش معايا قوي يعني ما حسيتش ان هو اضاف لي يعني، جنني اكتر ما اضاف لي. قال لك انت مجنون فخلاص. لا يعني كان بيتكلم معايا كتير فجنني، بس يعني هو دلوقتي بقى مفيد جدا، وناس كتير انا اعتقد بتستخدمه. انا بتعامل مع سبورت سايكولوجي يعني. انا مصري؟ لا، اجنبي. الهيد اوف سبورت ساينس في تشيلسي فوتبول كلاب يعني. انا ارسنال اولد واي يعني، بشجع ارسنال. يعني بص، مش تنبسط مني خالص، بس راجل بيحب السكواش جدا، اسمه تيم هارتنس. راجل بتاع كوره يعني، انت السكواش. راجل بيحب السكواش جدا، وبيلعب وابنه بيلعب، فوصلت له سام هاو يعني. وبيجي لي داون فيزز كتير، بيجي لي فترات صعبه كتير جدا. بتتكلم معاه؟ بتكلم معاه على طول. بتتكلم معاه يعني ايه اللي هو بينصحك بيه يعني؟ ما هو مفيش عصا سحريه، مش هيجي يقول لك كلمه اللي هو تقول خلاص. انا الحمد لله محاط بناس محظوظ جدا. اخويا الكبير وائل يعني، منسي، هو اخو وائل برضه يعتبر يعني، كان بيلعب سكواش، وهو بالنسبه لي مثل اعلى، بيعرف يطلعني من الكلام ده. نور طيب مراتي بتساعدني، كريم درويش وادي دجله المنتر بتاعه كان رقم واحد على العالم. بس في حاجات كده بتبقى محتاجه ساينس، بروح اتكلم مع الراجل ده، بيتكلم معايا واحده واحده، بيوصلني مفيش اجابه، مش هيديك اجابه، بس بيفضل يوصل معاك لحد ما انت توصل للاجابه. انا في الحته دي انا محتاج اطلع منها ازاي. ومع الوقت بتيجي. هل مثلا التعامل مع الانجريز، التعامل مع الاصابات، طبعًا. التعامل مع الدروبس اللي بتحصل لك، لان للاسف يا عمر ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، ان لغايه دلوقتي في كل الاعداد مش قادرين نعترف بالطب النفسي الرياضي. يعني انا عايز اقول لك ان قبل ما اروح ادرب المقصه، كان قبليها السنه اللي قبليها راجل محترم جدا اللي هو محمد عبد السلام، هو رئيس النادي، فلقى ان الفرقه بتتغلب ماتشات كتيره جدا، فجاب لهم طبيب نفسي رياضي راجل محترم. الراجل كان حزين من المعامله اللي لقاها لاهم اللعيبه، وابتدوا يستهزئوا، وابتدوا مش عايزين يقعدوا معايا اصلا. يعني الراجل مش مصدق، الراجل يعني الراجل انا اتكلمت معاه مش مصدق، اللعيبه مش عايزين يقعدوا معاه. مش عايزين يا عم، انت فاكرنا مجانين عشان الثقافه هنا لسه مش واصله. ايه يعني اللعيبه كانت بتقول له كده، انت فاكرنا مجانين احنا. والراجل ده في الاخر وجوده تسبب في رحيل المدرب، لان ابتدى يتصرف في الاعلام ان المدرب مش قادر يسيطر على اوضه اللبس، وان هم محتاجين طبيب نفسي رياضي ان هو يخش ان هو يساعده وبتاعه، وكان واحد من الاسباب اللي خلت المدرب اللي هو يمشي. فانا بالنقطه دي بالنسبه لي يعني، انا شايف ان هي نقطه مهمه جدا، لازم ان احنا نبتدي نشتغل عليها. وانا كنت جايب يعني، كنت مستضيف احد الاطباء اللي اشتغلوا مع جوزيف الاهلي من الاسابيع السابقه، وكلمته، وعارف انا مدى اهميه الطب النفسي الرياضي. نور، انا مش عايز اخرك، انا طبعا كمان الدكتور محمد فكري. نور، مش عايز اخرك، انا اتشرفت بوجودك معايا في اوضه اللبس، واتمنى ان انت تشرفيني هنا لما تنزلي مصر، والف سلامه عليكي، وان شاء الله تفضلي بطله كده زي ما انت لسنوات طويله.
ميرسي، ده شرف لي انا والله. ان شاء الله شكرا. المره الجايه نتقابل هناك بقى، مش على زوم. ومبروك. شكرا يا نور، مبروك، الف مبروك، الف مبروك.